وحزن جنينها ذاك المسمى محسنا. كان حامل كم شهر، النبي سماه محسن، حمل فاطمة بشرها بولد وسماه محسن. تقول يا فضة سنديني، فقد وربي أسقط جنيني، أيضرم النار بباب دارها، وآية النور على منارها، لكن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر. لا كفء لظلامتها إلا بأن يعم العدل على العالم بيد ولدها سلام الله عليه. إذ رض تلك الأضلع الزكية رزية ما بعدها رزية، ومن نبوع الدم في ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها، وجاوزوا الحد بلطم الخد، شلت يد الطغيان والتعدي. يقول وللصياط رنة صداها في مسمع الدهر فما أشجاها، والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج، ومن سواد متنها اسود الفضا، يا سعد الله الإمام المرتضى. ووكز نعل السيف في جنبيها أتى بكل ما أتى عليها، ولست أدري خبر المسمار سل صدغها خزانة الأسرار، وفي جنين المجد ما يدمي الحشا، وهل لها والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء. إن حديث الباب ذو شجون، إلى أن يقول صلوات سلام رحمة الله عليه، يقول وأهكذا يصنع بابنة النبي،